في معنا مكالمة. ما رأيك دكتور أحمد؟ معنا الشيخ سالم الصباح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين، نعمل مع هذا مع هذه المداخلة ونعود لدوركم في عملية الأخذ بيد أبناء الأسرى والشهداء. يا ليت والله نسمع أبو باسم. نعم نعم. ألو. نعم. صباحك الله بالخير طول عمر. اهلا اهلا، مساء الخير اخ احمد، حياك الله وسعداء انك تكون ضيفنا ومن خلال هذا الاتصال الهاتفي، وانتم الان في بلد الضباب وباسل. صحيح، على وشك للرحيل الى المغرب. الى المغرب ان شاء الله. شيخ سالم، طبعا انقلك ايضا تحيات اخي ضيف هذه الحلقه الدكتور احمد الهولي رئيس جمعيه المعلمين الكويتيه. نعم نعم، وطبعا هناك سيكون حديث مع الأخ الدكتور أحمد الهولي حول دور الجمعية في عملية الأخذ بيد أبناء الأسرى والشهداء وكيفية رعايتهم والتخفيف من معاناتهم، وأنتم أيضا بجهودكم وجهود الأخوان اللي معاكم في هذه الجولة أبو باسل، جهودكم واضحة وطيبة وتنقلها وسائل الإعلام والصحافة داخل الكويت وخارج الكويت، وطبعا لا يسعنا إلا أن نشد على إيدكم ونضرع إلى الباري عز وجل أن يعجل بفك قيد كل أسرانا إن شاء الله. اللهم آمين، جزاك الله خير. أولا مرحبا أخ دكتور أحمد، في الحقيقة كانت في لقاءات لي مع الدكتور أحمد كثيرة في الكويت، والدور اللي ممكن تلعبه جمعية المعلمين في الاهتمام بشكل خاص في أبناء وبنات الأسرة، وقد أكد الدكتور أحمد على هذه النقطة وأكد لي أن الجمعية تعمل في هذا الخط، فمني له ألف تحية. نعم بباسل، ذكرتم أنكم إن شاء الله من المملكة المتحدة إلى المملكة المغربية، فبداية نعرف إلى أين وصلت جهود اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين حتى وجودكم الآن وأنتم والأخوة بعض أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى المفقودين في عاصمة الضباب. الواقع لما أتكلم أخ أحمد عن الرحلة هذه الأخيرة، تركنا الكويت مع وفد إلى إيطاليا ثم إلى السنغال، قابلنا الرئيس عبد الضيوف بصفة الرئيس المؤتمر الإسلامي الحالي، ووعد انه حيضع قضية الأسرة على جدول الأعمال. كما سبق ان كلمنا الدكتور حامد الغامد سكرتير عام حول هذا الموضوع. نعم. وكذلك لما السنغال من أهمية في المجال الأفريقي أيضا، ووعد الدكتور الرئيس عبد الضيوف بأن يبحث موضوع الأسرة ليس فقط مع أخوانا وزملاء الأفارقة، إنما مع الأوروبيين ومن يلتقي معهم رؤساء دول. نعم. ووعد كذلك بأن سوف يتصل في السكرتير العام لهيئة الأمم بصفة الأخيرة كرئيس للمؤتمر الإسلامي ليحرك ويحث على العمل من أجل الأسرة الكويتيين. نعم. هذا بما يتعلق في السنغال. نعم. حضرت إلى إنجلترا وقابلت رئيس الأساقفة في إنجلترا. نعم. وكان لقاء ممتاز جدا، وتفهم رئيس الأساقفة عن معاناة الأسرى الكويتيين، ووعد بأنه حيبذل كل ما في وسعه للإسراع في الضغط على العراق ومحاولة الإفراج الأسرى. نعم. كذلك قابلت، ذهبت إلى فرنسا وقابلت وزير الخارجية الفرنسي، وكما تعلم من تصريحات اللي نشرتها وكالة الأنباء وبالذات الصحافة الكويتية كان موقفها جيد، وقد وعدني بأن موقف فرنسا لن يتغير بما يتعلق في قرارات مجلس الأمن، وهذا كنا حنا كما تعلم قلقين شوية، لأن مؤخرا طلعتنا بعض وكالات الأنباء بأن هناك تغير في الموقف الفرنسي. نعم. ولكن أكد لي بأن موقف فرنسا لا يزال هو الموقف السابق، ولن تتغير فرنسا عن تطبيق قرارات مجلس الأمن وبالذات موضوع الأسرة، وقد طلبت منه أن يضع
دائما موضوع الأسرة في مقدمة هذه القرارات في تطبيقها. فوعد خير بذلك. ثم عدنا إلى إنجلترا وقابلت اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية دوغلاس هوك. وكان موقفه أيضا ممتاز، ووعدني بأن حيعطي تعليمات اليوم إلى مندوبهم الدائم في هيئة الأمم بأن يركزوا على موضوع الأسرة بالدرجة الأولى من الآن وطالع. كذلك قد حقابل مجموعة من أعضاء البرلمان، تعرف عندهم الإيستر، إجازة الإيستر جاية تبدأ يوم الجمعة، فبكرة عندي مجموعة مع أعضاء البرلمان حول نتكلم حول هذا الموضوع. عملت مقابلة صحفية مع الاندبندنس والتايمز واليوم مع الديلي تلغراف ماجازين، وطلبتهم انه يجوا الكويت يقابلوا اهل الاسرة ويتكلموا معاهم حتى ياخذوا الصورة الحقيقية عن موضوع الاسرة. كذلك طلعوا الاخ فوزان الفوزان عضو اللجنة الوطنية على الهواء في سكاي نيوز وتكلم عن موضوع الأسرة، كما طلع الدكتور علي خريبط أيضا على الهواء وتكلم على في التلفزيون عن موضوع الأسرة. أنا والأخ فوزان أيضا طلعنا على البي بي سي العالمية اللي نراها عندنا بالكويت ويراها العالم خارج بريطانيا، وتكلمنا عن موضوع الأسرة وعن دفاع عن الكويت المتهمة بأن حقوق الإنسان منتهكة فيها، ووضحت لهم ان هذه امور غير حقيقيه وهذه دعايات مغرضه تجاه الكويت. وقل عملوا فسار الله عملكم. احنا في الحقيقه نعمل لقناعاتنا تجاه اخواننا وجماعاتنا الاسرى الكويتيين. ابو باسل، هناك من يردد ويشيع يقول يعني بالرغم من الجهود الكبيره التي تقوم بها اللجنه الوطنيه لشؤون الاسرى المفقودين، ولاحظنا هنا ايضا بوجود الاخ النائب مفرج نهار المطيري في بعض الجولات اللي رافق سعادتك وبعض الأخوة، جهودكم الحقيقة واضحة، وأنا في يوم من الأيام كنت مرافق لكم كوفد إعلامي والجهود كبيرة، ولكن ما رد الشيخ سالم الصباح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين لمن يشكك بجهود هذه اللجنة؟ مع كل أسف في كثير ما يعرف، كثير من ما يعرف لا يقال. فمن يحاول أن يشكك في نجاح هذا الضغط وهذه المهمة، أنا بعتقد عنده قصر نظر في الأمور، وعليه أن يتحرى الحقائق قبل أن يعطي الأحكام. مع كل أسف تجد في كثير من الأمور الإنسان يطلق حكم قبل أن يعرف حقيقة الأمر، عندما يعرف حقيقة الأمر يتندم. إنما يكفيني ما قلته أنت شخصيا عندما قابلت وزير خارجية الصين وسألته، أكد لك ونشر التلفزيون الكويتي وأكد موقف الصين واتجاهها. فإحنا يهمنا العالم أن يكون على بينة ومعرفة عن هذا الموضوع. إنما من يشكك فنقول له تأنى واسأل قبل أن تصدر الأحكام. وباسل، ستنتقلون إن شاء الله من المملكة المتحدة كما ذكرنا في بداية اللقاء إلى المملكة المغربية، فعلى ما ستركزون إن شاء الله في خلال تواجدكم هناك في المغرب الشقيق؟ وفي الحقيقة المقابل السفر إلى المغرب لمجرد أني أتصل في المستشار جلالة الملك عبد الهادي أبو طالب وأضع بالصورة عن آخر تطورات القضية، لأن كما تعلم جلالة الملك الحسن الثاني سعى مشكورا للمساهمة في التخفيف عن أبنائنا السجناء، ولكن الوساطة لا تزال والمساعي لا تزال قائمة، إنما فترت إلى حد ما. فرحلتي هي مجرد أني أستفسر من الأخ المستشار عبد الهادي أبو طالب عن آخر تطورات إذا كانت هناك تطورات، ونضع جلالة الملك في الصورة عن آخر ما وصلنا إليه، لعل لربما أن تفيد هذه المعلومة إن شاء الله. وإن شاء الله نكون عندكم يوم الأربعاء إن شاء الله دور اليوم إن شاء الله. أبو باسل، تحياتنا لك من الكويت الحبيبة، متمنين لك ولجميع الإخوان اللي رافقونك حاليا واللي كانوا معاك حقيقة، اللي موجودين معنا الآن هنا بالاستوديو الأخ عبد الحميد الربيعي
والاخ عبد الهادي الشطي اللي كلم جهد طيب في عمليه طيب. التغطيه الاعلاميه من ناحيه الكاميرا نعم. والاخراج صحيح. صحيح تحياتنا لك وان شاء الله نراك عما قريب في هذا الوطن ونرى جميع اسرانا واحبائنا على ارض الكويت ان شاء الله. اللهم امين. وتحيه مني هنا من بقيه الاخوان الى جميع اهل الكويت وبالذات اهل الاسرى اللي هم اهلي وجماعتي و يعني ايش اقول لك الله يوفقهم ان شاء الله ونعمل ما في وسعنا للتخفيف عن الامهم. شكرا جزيلا وتصبحون على خير. بارك الله في جميع الجهود المخلصه ابو باسل. شكرا شكرا.